السلام عليكم، مرحبا بكم في واحد الجوله جديده. اليوم ان شاء الله نديرو جوله في شارع السي. كما تشوفوا راه المنزل بقى من ورانا، حنا غادي نحير رحنا دابا. هنا جاء درج مشاعل قاع المركب المركب الريادي مراشي. الطاكسيات ولاو شي خطفو تشور من هنا، ما بقاوش من هنا يدوزو الطريقة. وهادي اللي على اليسار ديالنا هي المصلى، اللي على اليمين في هاديك الهبطة راه غابة الخضرا. هذا اللي على اليمين ديالنا البراكة، على اليسار المجموعة أربعة حيوان ماشي. شارع السي ما معروفش، أجواء ديال رمضان. مع الهبطات الجولة دازت سريعة. هذه هي الجولة ديالنا، نتمنى تكون عجباتكم، نخليكم تهلاو في راسكم.